طبعا انا بتواجد كتير هنا ومعظم الانديه طبعا بتابع فيها الماتشات، اللعيبه، المنتخبات، البطولات شغاله عامله زي التحكيم. بالنسبه للنادي الاهلي اللي يمكن مستوى الباسكت الفتره اللي فاتت فيه تركيز، انا عاجبني طبعا التركيز اللي على قطاع الناشئين، النتائج واضحه. يعني السنه اللي فاتت في النادي الاهلي واخد بطولات كتيره، بطولات جمهوريه ناشئين كتيره جدا، فطبعا ده دليل اهتمام بالقاعده، وده اكيد بعد كده بيفرغ في على مستوى الدرجه الاولى اذا كان رجال ولا سيدات. السيدات السنه اللي فاتت واخدين كل البطولات ما شاء الله، والرجال برضو يعني ماشيين كويس. يعني يمكن السنه دي بس السنه اللي فاتت ما كانوش موفقين شويه، لكن السنه دي اعتقد كابتن طارق خير عمل تعديلات وتغييرات، اضاف بعض العناصر، فاتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. النهارده في اهلي وصيد 16 تحت 16 والدرجه الاولى، بس انا فعلا جاي اتفرج على تحت 16، يمكن هو الاهم بالنسبه لي. منتخب مصر هنبتدي نستعد منتخب تحت 16 لبطوله افريقيا. الاتحاد المصري ناوي يطلب تنظيمها هنا تحت 16 اولاد وبنات، فبنبتدي نتابع، بنبتدي نحسس اللعيبه والاجهزه والمدربين ان الاتحاد مهتم، الاتحاد مركز. مش انا بس، عناصر كتيره من اعضاء مجلس الاداره بيتابعوا برضو الماتشات. يمكن انا بس النهارده كان حظي كويس ان كنتوا موجودين عشان كده شفتوني. خلينا نحط كل حاجه في مكانها عشان نعرف نحكم. احنا خسرنا بطوله عربيه، ده التاريخ هيكتب كده. البطوله ما كانتش قويه، لا ما كانتش قويه، خمس فرق بس مش احسن حاجه. السعوديه اول مره تفوز على مصر من حوالي 35 سنه، اول مره تاخد بطوله عربيه من فتره طويله، مبروك للسعوديه والمنتخب بتاعها واتحاد كره السله. احنا عندنا مش هو ده اللي كان، يعني مرحله البطوله العربيه هي مرحله في اعداد المنتخب الاول للرجال لتصفيات كاس العالم اللي هتقام اخر الشهر ده في انجولا. المنتخب خلص سافر امبارح الى صربيا، عندنا معسكر حوالي 6 ايام، هنلعب 3 ماتشات وبعدين هنرجع على هنا 5-6 ساعات في المطار ونطلع على طول على لواندا انجولا. فهو خساره بطوله عربيه لكن مش هي دي كانت الهدف بتاعنا. الهدف بتاعنا ان هو اول مرحله من مراحل الاعداد لتصفيات كاس العالم ان شاء الله اللي في انجولا. نتمنى التوفيق، نتمنى المنتخب يحقق حلمنا كلنا. احنا تاهلنا ل 2000 وكاس العالم اسبانيا 2014 بعد غياب 20 سنه، فوصلنا تاني 2019، بتدي ثقه ان الباسكت ماشي صح. لا قدر الله لو ما حصلش برضه لازم نعيد النظر احنا عاملين ايه، لكن ان شاء الله فرصتنا قويه. والاعداد برغم الخساره من السعوديه اعداد كويس متدرج، بطوله عربيه في مصر وبعدين معسكر بره في صربيا، اللعيبه كلها موجوده، ابراهيم الجمال رجع للاسف، عمرو الجندي بس هو اللي مصاب مش هيبقى موجود معانا، لكن عموما اعتقد المنتخب شبه متكامل، مفيش عناصر كتيره ناقصه، رامي جنيدي رجع الحمد لله برضه، ان شاء الله يعملوا حاجه كويسه في انجولا.